في مباراة وفي بطولة الأولمبيات للألعاب الأولمبية في سيدني في أستراليا. كرة اللعب الآن، محاولة محاولة إلى الأمام، جول جول، يا سلام في سنتي أبو بكر مهاجم بورتو صاحب 26 عاما، يضع المنتخب الكاميروني في المقدمة، يضع المنتخب الكاميروني في المقدمة. مباراة كرة اللعب الآن، محاولة إلى الأمام، يا سلام، يا الله، يا الهدف الثاني يأتي من كريستيان باسكوك، كريستيان باسكوك، كريستيان باسكوك اللاعب الذي يأتي إلى هذه المقابلة ويسجل الهدف الثاني من قبل الاتحادين الآسيوي والدولي، يعني للبطولة التي تعي الكثير من الأهمية لأيضا عشاق ومحبي دول مجلس التعاون الخليجي. تسديدة، واحد من لاحظ كيف مر، سرعة عالية، لياقة بدنية ممتازة، مهارات أكثر من رائعة، محترف في إمكانيات عالية، والفوارق الكبيرة ما بين لاعب المنتخب الكاميروني. لاحظوا 59 عاما بأيضا هذه المباراة هنا، وبالعرض البطيء لأيضا جددا، يلا للأصدقاء الكويتي الذي نتمنى التوفيق لبدر طارق. تسديدة، ولكن الروفان هنا المحاولة، ترقب الآن إلى ناصر الفرج، يلا يا ناصر لاعب نادي كاظمة إلى فيصل زايد، فيصل محاولة، تسديدة ولكن في حراسة المرمى. ضربة ركنية، هل نشهد تقليص الفارق في هذه المقابلة الودية الدولية؟ محاولة، يا الله، بالأزرق الكويتي في المباراة الثانية الدولية الرسمية الودية بعد رفع الإيقاف. راعة وإنقاذ الحارس فابريس أوندوا، هنا المتابعة، هنا أيضا المقابلة، الإنقاذ من أيضا حارس المرمى فابريس أوندوا، والأمام وسط الميدان النشط، هدف التقليص في الدقائق المتبقية من أحداث شوط المباراة الأول. فيصل زايد، يا سلام، فيصل يتقدم الآن، محاولة ولكن الإنقاذ، زايد لاحظ التمريرة ولا أروع ولا أجمل من فيصل زايد، ولكن رضا هاني، رضا هاني إلى ضاري سعيد، واحد من أبرز الظهير الأيمن. كرة تلعب الآن، فيصل عجب، يا سلام، محاولة، يا الله، يلعب الآن، محاولة إلى فيسنتي أبو بكر، محاولة إلى ماكوندو، ولكن في صافية ورايا وتسلل. راشد العيبي هنا، يعني لاحظ الوضع التسلل، وبالفعل عملية التسلل، ولا ترقب إلى يوسف ناصر، بدر طارق، بدر طارق لاعب الشاب إلى خالد القحطاري، عرضية إلى الأمام والرأسية، ولكن أيضا في صافي للمدرب الصربي رادي. كرة اللعب الآن، كريستيان باسكوك، هنا المتابعة، كريستيان باسكوك، تسديدة قوية، والهدف الثالث يأتي في الدقيقة العاشرة، الدقيقة العاشرة، الدقيقة العاشرة تشهد الهدف الثالث للاعبين من الأسماء كضم يوسف ناصر في هذه المقابلة. يوسف يتقدم الآن، جول، هل نشهد ايضا الهدف التقليص الثاني في ايضا تشكيلة المنتخب الكويتي؟ هنا تسديدة فيصل زايد او فهد الانصاري، فهد الانصاري الذي يتقدم ويسدد بالطرار، والذي قلص الفارق على الاقل من ثلاثة مقابل لا شيء الى ثلاثة مقابل واحد، هدفين لكريستيان باسكوك وفي سنتي ابو بكر. كرة اللعب الان، محاولة ولكن 20 هدف، ولكن جاء المنتخب الاسترالي بتحطيم ذلك الرقم على منتخب تونغا ب 22 مقابل لا شيء في عام 2001. هنا على التنفيذ الان،
ماكوندو